ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما. وإن شاء الله النهاردة رجعت لكم فيديو جديد، والنهاردة هتكلم في الفيديو ده عن استقبال الوز عمر يوم. وطبعا هقول لكم أنا استقبلته ازاي في الفيديو ده، وعلشان الوز سواء الوز أو البط اللي معاه ما يجيلهوش حالة إسهال، خصوصا في أول أسبوع ليهم. هما دولت التلات وزات اللي جولي، بالتلات بطات اللي جولي. طبعا جولي من عند عزام صاحب قناة طيور عزام، هسيب لكم طبعا لينك القناه في صندوق الوصف. وتعالوا بقى كده عشان هقول لكم ان شاء الله في الفيديو دوت انا استقبلت ازاي ومشيت مع الوز ده ازاي من اول ما جه. وطبعا انا النهارده نقلته في الصندوق اللي حضراتكم شايفينه دوت مكان البط اللي كان فيه، وهبتدي بقى ان انا اكبر الوز ده لحد ما يكمل معايا 20 يوم هو والبط ده. وبعد كده هنقله في العشه الكبيره اللي انا حاطط فيها البط اللي هو الوقت عمر 20 يوم. وطبعا هصوره معاكم في الفيديو اللي جاي، وهقول لكم انا بضيف له ايه حاليا على الاكل وعلى الميه، فاستنوا بقى في الفيديو اللي جاي. بس يلا بقى كده اعملوا لايك على الفيديو دوت، واشتركوا عندي في القناه، وفعلوا زر الجرس للكل لو بتشوفوني لاول مره، وتابعوا معايا الفيديو الاخر عشان تستفادوا من اللي انا عملته للوز، وشويه معلومات كده بسيطه عن الوز الصيفي اللي هو اللي قدام حضراتكم ده. ان شاء الله هتكلم النهارده في كذا حاجه في النهار في الفيديو ده. اللهم صل على النبي. انا اول ما جبت الوز دوت، الوز ده انا جايبه يعني الوزه اللي بتاكل دي كانت عمر يوم، ودولت كانوا لسه فاقسين في الوقت اللي انا جايبه فيها. يعني كانوا حتى يعني انا جايب واحده كانت لسه اللي هي الخضره اللي قدام حضراتكم دي، كانت لسه ما شبعتش عرق. جبتها هنا حطيتها تحت البطه اللي عندي لحد ما شبعتها عرق وبقت كويسه. يعني انا الوز دوت يعتبر الوزيتين اللي جوه دولت جايين كده على وضعهم، اللي هو كانوا لسه زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو اللي فات كانوا لسه ما فاقوش. طبعا النهارده بقى انا اول ما جبت الوز ده انا استقبلته اول ساعتين على محلول معالج جفاف، وبعد كده لمده الساعتين دولت شلت من قدامهم المحلول وكملت معاهم على ميه عاديه خالص، واللهم صل على النبي. وبعد كده حطيت لهم سقوه بالنهار هاكسيلينيوم اللي هو قدام حضراتكم ده، ديت الازازه ديت ب 5 جنيه من عند الدكتور البيطري. دي حطيتها لهم بالنهار، بحط الغطا على اللتر ميه، ده الهاكسيلينيوم اهو. دوت بيستعمل في مرض رخاوه المخ والارتشاح ودمور العضلات ودمور الخصيه في الديوب، كما يستخدم في زياده نسبه الخصوبه وزياده نسبه الفأس لقطعان الامهات وزياده انتاج البيض في الدجاج البياض، وله دور هام في عمليه تنشير الجهاز المناعي في الدواجن، ويزيد وزن الجسم وتحسين خواص اللحم في دجاج التسمين. يعني بمعنى اوضح، الهاكسيلينيوم ده بيكون رافع مناعه للطيور، وفي نفس الوقت بيكون رافع وزن كويس للطيور اللي احنا بنربيها للتسمين. طبعا الوز اللي قدام حضراتكم ده انا هربيه للتسمين لان ده وز صيفي، فطبعا هقول لكم دلوقتي ايه هي مميزاته وعيوبه. طيب وبعد كده جينا على بالليل، انا بس كنت بستعمل لهم اللي هو الفلوريكول دوت مضاد حيوي بيطري، بحط لهم السنتي على اللتر ميه. تمام، يعني بالنهار هاكسيلينيوم وبالليل مضاد حيوي. بفضل ماشي كده لمده 5 ايام. الوز ده عمره يومين النهارده اهو، بسم الله ما شاء الله عليه زي الفل. الوز اتنشط وبقى بيجري وبيلعب، والحمام بتاعهم متماسك، مفيش اسهالات، يبقى كده الدنيا تمام. طيب ايه بقى الفرق بين الوز الصيفي والوز اللي هو بتاع اول بطن؟ اللهم صل على النبي. وز اول بطن بيتميز ان هو بيبيض في الشتاء، ودي من اهم المميزات بتاعه الوز ان هو يبيض في الشتاء، دي اول حاجه. تاني حاجه اللهم صل على النبي ان هو بيبيض من بطنين لثلاث بطون في السنه. طبعا دي بتكون واقف على عامل التغذيه او طريقه التغذيه اللي احنا ماشيين عليها للوز. لازم لا ان الوز يكون شبعان ومتغذي صح عشان نقدر ان احنا ناخد منه 3 بطون في السنة. اما بقى بالنسبة للوز الصيفي فهو للأسف بيبيض مرة واحدة بس في السنة، وهي في الصيف، فديت بتكون مميزات وحشة فيه. لكن طبعا بيشيل معانا وزن زيه زي اول بطن وتاني بطن، بيشيل معانا وزن حلو. في انه لو احنا طبعا في الصيف الناس اللي بتجيب وز في الصيف فهي بتجيبه كتسمين. اما طبعا وز اللي هو اول بطن بتاع الشتاء ده وز لا يعلى عليه طبعا، سواء للانتاج او للبيض او لكل حاجه. لا يعلى عليه، بيبيض لي 3 مرات في السنه عن الوز الصيفي اللي بيبيض مره بس، هو تكون في الصيف، فبيكون من اردأ الانواع اللي هو الوز الصيفي ده. بس هو حلو جدا 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 للتسمين لو احنا مشينا صح واكلنا صح، هيبقى معانا
اللهم صل على النبي، الوز زي الفل. طبعا انا من نظرتي للوز دوت، الوز دوت هيبقى دكارين ونتايه. النتايه طبعا اللي هي اللي هناك ديت، ودولت الدكارين، لان طبعا دول حجمهم كبير، اما النتايه حجمها صغير. طبعا لسه ناقله من الوقت، عشان كده تلاقوهم كلهم عمالين بيجروا وبتنططوا وبيلعبوا. وزودت لهم كمان المسقى الفخار ديت، بحيث ان احنا طبعا السطح انتوا زي ما انتوا عارفين ما هوش هيبقى زي الشقه، السطح بيكون حر. اللهم صل على النبي، السطح بيكون حر زي ما قلت لكم، فعشان كده بحط لهم في مسقي فخار علشان تقدر تحافظ على درجه حراره الميه ودرجه والميه ما تبقاش سخنه على الوز. طيب انا هعمل ايه في الوز ده؟ الوز ده انا هربيه عندي ان شاء الله كده سنين، وطبعا هتابع معاكم كل حاجه انا هعملها لهم يوم بيوم. وطبعا انا هقول لكم انا هفضل اكله على صافي لمده قد ايه، وهسمنه ازاي، وهقدر ان انا اخد منه اعلى الاوزان ازاي. طبعا ده كله هتابعه مع حضراتكم في الفيديوهات اللي جايه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين دي اول مره في حياتي ان انا اربي وز، وعشان كده انا فرحان جدا بالوزتين دولت. كنت بتمنى ان هم يكونوا وز اول بطن، بحيث ان انا اربيه كانتاج وكتفريخ، وان انا اقني منه ليه. بس للاسف انا ما كانش قدامي الا ده. طبعا الهديه دي غاليه على قلبي جدا، زي ما قلت لحضراتكم دي من عزام، فهي الحمد لله. يعني انا كنت نفسي من زمان ان انا اربي وز، والحمد لله ان انا ربيته. وطبعا البط اللي قدام حضراتكم ده عمر 5 النهارده، وكان الوز البط دوت بالظبط النهارده عمر اسبوع. اما بالنسبه للبط اللي انا جايبه مع الوز فهو عمر 5 ايام، يعني انا البط بتاعي كان اكبر من البط ده بيومين. زي ما حضراتكم شايفين اصلا حجم البط اللي هو اللي شكل الخليط المسكوفي ده، اللي هو بيكون شكل المسكوفي، هما دولت الاربع بطات بتوعي. اما البطتين البلدي دولت والبطه البيضة فدولت اصغر من بتوعي بيومين. بس ان شاء الله هربهم برضو معاكم، وهعمل منهم انتاج. طبعا البط زي ما حضراتكم عارفين ان انا يعني عندي كميه حلوه منه، وكمان عندي عدد كافي من الامهات، بحيث ان انا يكون عندي الانتاج باستمرار، وان انا يكون عندي البط باستمرار، بحيث ان انا باخد منه الكافي البيتي والباقي بطلعه وببيعه. تمام، نيجي بقى عندنا الوز اللي قدامكم ده، اللي هو الوز الاخضر او الازرق زي ما بنقول. طبعا الوز ده بيتميز ان هو بيشيل اوزان عاليه عن الوز الابيض، يعني الوز الابيض بيبقى شكل بس، لكن الوز الاخضر او الازرق اللي قدام حضراتكم دوت بيشيل اوزان حلوه جدا عن الوز الابيض. وكمان السلاله اللي انا جايب منها الوز ده ما شاء الله على احجام الاهالي بتاعتهم، يعني السلاله حلوه جدا، بتشيل وزن حلو جدا، ما بتشيلش وزن خفيف ولا حاجه، لا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له فيهم يا رب. كان الوزن بسم الله ما شاء الله عنده حلو جدا، وطبعا دولت اكيد هيطلعوا زيهم. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الوز بالذات بيحتاج لمكان واسع، وبيحتاج كمان ان انا طبعا في خلال يومين هبتدي ان انا اقطع له كرات مصري وبصل اخضر، لان الوز روحه الخضره، بيعشق حاجه اسمها خضره. فطبعا انا مستني بس يومين كده ولا حتى ما يسبع معايا، وهبتدي ان انا اضيف له الخضره سواء الكرات المصري او البصل الاخضر، علشان الوز بيعشق الخضره زي ما قلت لحضراتكم. وان شاء الله دوره الوز دي انا هربيها معاكم، وان شاء الله برضو دولت اول ما يوصلوا لسن الذبح انا هذبح معاكم طبعا. وان شاء الله برضو انا هجيب وز اول بطن ان شاء الله على اول الشتاء باذن واحد احد، ان عشت وكان لي عمر. انا ناوي ان شاء الله ان انا اجيب معايا الوز اللي هو بتاع اول بطن. فاتمنى بقى ان الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم انا استقبلت على محلول معالج جفاف لمده ساعتين، وبعد كده هقسل، يعني فوتت اليوم دوت وحطيت لهم تاني يوم، هقسل يوم بالنهار، وفي الريكول مضاد حيوي وبيطري بالليل، بحط سنتي وسنتي على لتر ميه، نفضل ماشي كده لمده 5 ايام. وطبعا العلف 23% بروتين لمده 20 يوم. وطبعا كل اضافات انا هضيفها على العلف وقت التغيير العلف والكلام ده كله انا هصوره برده مع حضراتكم علشان الكل يستفاد. اتمنى بقى تكونوا استفدتم الفيديو ده، تعملوا لي لايك عليه، ولو بتشوفوا الاول مره تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا زر الجرس لكل عشان يوصل لكم كل جديد من عندي، واشوفكم في فيديو جديد على خير.